حاضر، يمكن مع يمكن الأخيرة مع المايسين جريفز والفليكسوباثي، يمكن ما وصلتكم بعد ما أي دكتور آخر هنا. إيه اليوم هسه إن شاء الله خلال المحاضرة حجز لك إياه، وأيضا هاي المحاضرات أيضا جاهزة حتى مباشرة بعد الكمية. ماشي. طبعا إحنا عندنا مواضيع اللي متبقية عندنا النيورو ديجنيريتيف ديزيز، هم يشملون 3 محاضرات وانكلودد معاهم الموفمنت ديسوردر يعني كلها، زائد محاضرة على الديمنشيا، فيصيرون 4 محاضرات تقريبا. يعني اسمع ناخذ ثالثي، وعندنا يبقى لنا ايضا بعض المحاضرات متفرقة اللي من ضمنها انكريس تراكرين بريشر واحتملنا كل شيء. ما اظل شيء يعني الاسبوع كملنا ذي المحاضرات، يعني تقريبا الامور تكون كثير اهون ان شاء الله تعالى فيما تبقى، يعني يبقى لنا عدد محدود من المحاضرات. اوكي، اذا راح نبدا النيورو ديجنريتيف ديزيز. اذا البارت الاول راح يتضمن موتور نيورون ديزيز، راح نناقش هذا البارت لان اكثر من بارت بالنيورو ديجنريتيف ديزيز. شنو معنى النيورو ديجنريتيف ديزيز؟ هي عبارة عن progressive deterioration of brain function أو central nervous system function خلينا نقول، with a significantly consequent decrease in the quality of life of patients and their families. يعني المريض لسبب أو لآخر، واللي عادة تكون الأسباب حقيقة بهيج أمراض غير معلومة بشكل واضح، انه يصير عنده deterioration بالبرين فانكشن بالCNS فانكشن، وهذا deterioration اكيد 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 راح يأثر على وظائف اليومية للشخص، وبالتالي راح يأثر على فعاليته بالمجتمع، ومن ثم تأثيراته على الأهل من ناحية متطلبات العناية، بالإضافة إلى behavioral changes اللي خاصة عند المريض، يعني كآبة وإلى آخره. يعني موضوع راح يكون يعني مزعج، لأنه الإنسان من إنسان سوي healthy يتحول إلى إنسان مثلا مقعد. deterioration with time، عادة التريتمنت هو عبارة عن symptomatic therapy بهيج group of disease، يعني ماكو فشيء راح يوقف أو يرفع المرض من جذوره. يعني هاي نقطة مهمة جدا، المرض دائما يشكي مريض العفو أنه يقول أنا مثلا قبل 2 سنين كنت أحسن من هسه، وهذا السيكونس الطبيعي للمرض أو لهذه المجموعة من الأمراض. إذن مهمة جدا أن تفهم المريض طبيعة هاي الأمراض وشون ممكن نتعامل معها ونقلل ونخفف عن المريض وأهله. Neurodegenerative disease results from gradual degeneration and or death of neurons، يعني إما الخلية تموت أو تتعب بالعمل مالك. أمثلة كثيرة: Alzheimer's disease, Parkinson's disease, amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, Huntington's disease and spinal cerebellar ataxia. بالنسبة للسكاي، يعني طبعا دول المرضى بيهم اللي ما بي كوز واضح مثل ما قلنا، طبعا مو بس هذول أمثلة، وبيهم اللي الكوز مالته هو واضح انه هو جينيتيك فاميليا يعني من العائلة هيرتري كوز، وبيهم اللي هو اكوايرد يعني اوتوميون مثل الام اس بالحقيقة، لكن كلهم يضمنوه ضمن الخانة النيوروديجنريتيف ديزيز. طبعا الام اس يناقش واحد، تصور كنا اخذت المحاضرات معه، لكن احنا نناقش بقيه الامراض. نبدا مع الموتور نيورون ديزيزز، هي مجموعه من الامراض من اسمها تضرب الموتور نيورونز، يعني لا سنسري افكتد ولا سيريبلم افكتد ولا بقيه السبيشال سينس خلينا نقول النظر كذا كذا الى اخره، عاده نوت افكتد. اذا الديزيز راح يضرب الموتور نيورونز اللي موجوده وين؟ اللي ممكن تكون موجوده بالكورتكس او
موجودة بالنيوكليوس مع الكرانيو نيرفز بالبرين ستيم. يعني ما عندنا موتور نيرونز مثل ما هيك بلوصل أو مع ال يعني فيغاس إذا البلع مثلا أو إلى آخره. أو تشمل أنتيهون سيل الموجودين بالسباينال كورد واللي تغذي الأطراف العليا والسفلى وعضلات الجذع. إذن هو group of progressive neurological disorder that destroy motor neurons. أكيد اللي control essential voluntary muscle activity such as speaking, walking, breathing and swallowing. واضح؟ مهمة. إذن كل الفعاليات اللي تحتاج عضلات هيكلية ممكن أن تتأثر من الموضوع. مثل ما قلنا وين ما اكو يقلك الموتور كورتكس بالبرين ستيم النقاط الحمر هي الموتور نيورونز او الانتيهون سيل كلها عرضه للضرر من هذا المرض. وايضا يعني مو بس هي حتى التراكتس مالتها اللي هو مثلا البيراميدال تراكتس اللي هو الكورتيكو سباين تراكت ايضا يكون عرضه للضرر. ممكن نشوفها بالادلت وممكن نشوفه بالتشيلدرن. تشيلدرن هو عادة انهرتد يعني اكو جين دي يسبب هل ديجنريشن بالموتور نيورون ويدعى هذا المرض بالاطفال سباينال مسكولر اتروفي الاس ام اي سباينال مسكولر اتروفي. والسيمتوم مالته كان بريزنت ات بيرث اور ابير بيفور ذا تشايلد ايرز تو. يعني بالعاده الطفل اللي يتشخص هو صغير وراح نشوف الأنواع مالته اللي ممكن. طبعا هذا الجينيتيك هو أوتوسومال دومينانت ماشي يعني فهالديستريبيوشن اللي راح يطلع انه اطفال العائلة بيهم واحد او اثنين البقية يجوز حاملين او يجيك واحد ما بي شيء ممكن. الخلية العادية بالتغذية مالتها سليمة والعضلة اللي راح يصلها التغذية العصبية راح تكون أيضا سليمة في حين أنه الخلية الضعيفة الموتور نيورون الضعيف راح تكون خلية ضعيفة وبالتالي يصير أتروفي بالمصل اللي أفكت اللي أفكتد بهذا الديستريبيوشن في النيورون. كلاسيفيكيشن مالته طبعا اربع انواع. الانواع الثلاثه الاولى كان بها تسميات لعلماء اكتشفوها حقيقه فيسمى وردينغ هوفمان ولا كرونيك وردينغ. السبب يعني ليش قسموا الانواع بناء على الانسيت يعني ايمتى يبدا الاعراض مال المرض. فاذا بدا قبل 6 اشهر من عمره اكيد راح يكون فلوبي بيبي وما يقدر يقعد وما يقدر أيضا الفينيج مالته أول ما يجي على الدنيا أو خلال أول شهر شهرين راح يبين عنده ويموت من بسبب هالكومبليكيشن مع الفيدينج بور فيدينج والديفيكولتي إن سوالوينج يعني عادة قبل وصوله إلى عمر السنتين. التايب 2 راح يكون البرزنتيشن مالته ما بين 6 أشهر إلى أو الأونست مالته ما بين 6 أشهر إلى سنة ونص. هذا المريض يقدر يقعد ماشيين لكن عنده ديلي بالمايلستون لكن بالتأكيد عنده سكوليوسز راح يكون جوينت كونتراكتشر انتركوستال مصل ويكنس ماشي يعني ما راح يقدر أكيد يمارس بقية الأمور. اللي إذا كان البرزنتيشن مالته أكثر من سنة ونص أيضا راح تظهر عنده الأعراض وراح تظهر عنده السكيليتال ديفورميتيز. صح يجي يقولك بالبداية مثلا طفل أهله والله كان مليح سنة سنة ونص كل شيء ما بينه أشو بعدها أموره بدت السوء وهذا أيضا موجود. وتايب 4 لا يبدأ بأعمار كبيرة يعني بالتين ايج خلينا نقول ممكن يبدأ برزنتيشن مالته. عادة كل ما كان الأونست يتأخر كل ما كان تأثير المرضي أخف على المريض. إذن تايب 1 أنه المريض ما يقدر يقعد أساساً. تايب 2
المريض لو سمعته مثل ما قلنا هو يقدر يقعد لكن ما يقدر أكيد يمشي بأي حال من الأحوال. تايب 3 لا راح يمشي لكن بصعوبة بمشاكل يعني راح يمشي. تايب 4 هو يمشي وما يصح عنده ديلي بالمعي مثل ما قلنا إن أخف الأنواع، لكن عنده تجي تفحصه أو هو يشكي من ضعف في الأطراف. هذا طفل عنده سبينس كاتروفي أكيد الأنسيت مالته بعدي يعني خيقول تايب 3 والدليل هو يعني ظهر منتصب خيقول لكن أكيد عنده ضعف بالمشي. تسألوني لو علاج السباينوماسكولاتروفي بالفترة الأخيرة ظهر علاج لجين معين وهذا العلاج يعطى في ألمانيا بأموال طائلة حقيقة شركة ألمانية اكتشفته يعني مكلف جدا ويعطى انتراثيكل يعني طول المادة الدوائية بالسباينوكورد. طبعا ممكن المرضى مع الاس ام اي يستفادون حسب الجين المضروب راح يستفاد او لا. طبعا هم يفحصوه بالبدايه قبل ما ينطوا العلاج يفحصون جينات مالته، فاذا طلع الجين يتوافق مع العلاج انطوا، اذا ما طلع يقول اوكي بعد ما يعني اكتشفنا العلاج اللازم لحالتك. In adults, the MND can work commonly. هون الادلت نحن حقيقه طبعا الحالتين نشوفها يعني الاس ام اي نشوف والموتور نيورون ديزيز بالأدلت هم هواي نشوفه حقيقة. يمكن الفرق مثل ما قلنا ذاك جينيتيك هذا unknown cause يعني ما تعرف السبب الحقيقي اللي خلى هذا المرض يصير عند شخص معين دون عن عائلته. يجيك شخص واحد بالعائلة فهو أكيد شاف أنه بعض المرضى أكو جينيتيك باكراوند بالموضوع لكن الأغلبية ما عندهم، وإذا كان أكو جين فهو سبوراديك dysfunction. More commonly in men أكثر من النساء appearing after the age of 40. وهي مهمة أيضا بالأونست حتى نفرق عن نفس الفكرة أيضا مصل اللي راح تكون affected في الديستريبيوشن اوف موتور نيورونز اكيد راح تكون اتروفايد وفيتشر فلور واحيانا ابر موتور نيورون بيها ايضا مهمه جدا ايضا يا شباب. زين some MND are inherited but the causes of most MND are not known. يعني sporadic or non inherited MND environmental toxic viral or genetic factors may be implicated. In adults, most common MND is amyotrophic lateral sclerosis, which affect both upper and lower motor neurons. شوف يعني هون يعطيك أنواع من MND, motor neuron disease. إذا كان upper and lower affected, وهذا مهم جدا. فالموضوع مهم. الأمايتروفيك لاتيرال سكليروسيس أفكت أبر ولور، يعني راح تشوف لدى المريض بوث الأبر واللور موتور نيورون ديزيز. البرايمري لاتيرال سكليروسيس لا راح تشوف بس الأبر. البروجريسيف ماسكولار أتروفي بس لور موتور نيورون فيتشر. البروجريسيف بلبر بالسي راح تشوف أنه عند المريض علامات مع البلبر اللي هي الديسفيجيا والسوالوينج ديفيكولتيز والسبيكينج ايضا افكتد ميلي وتشوينج و الى اخره معشان فذول الاربع انواع. قد يجي المريض عنده بس الابر وهذا البرايمري لاتيس كروس، قد يجيك بس اللور موتور نيورون فيتشر بروجريس، قد يجيك بس السوالوينج، قد تجي كلهم بالامايتروفيك لاتيس كروس. يعني موتراث لاتيس كروس هو اللي يجمع كل الفيتشر، يعني يجيك انه ما يقدر يبلع بتفحصه بفاسكوليشن بويستينج بالابر لين بهايبر ريفلكسيا البلانتر اب مالته، يعني يجمع الابر واللور موتور نيورون فيتشر ماشي. اذا مثل ما قلنا اذا كان موجود اثنينات فهو مايتروفيك لاتيس كروسز، اذا ابر موتور نيورون فقط
سي دوبل بربلسي اذا كان بالعبس او البرايمال اتسكلوس اذا كان ابر ولا لور لم. اذا كان لور موتور نيورون اكيد بروجريسيف بالبر بالسي او بروجريسيف سباين موسكلر اتروفي. اذا تسمحوا لي شباب بس اجاوب تليفون. السلام عليكم. سلام. ليش الزيت عمي؟ ليش؟ من غير نوعين ولا صار؟ إبراهيم سيد السماعة إبراهيم.
السلام عليكم شباب، آسف حقيقة كان موضوع بصراحة مهم. نعم. علاقة بالجامعة يعني حقيقة. فهسا راح نرجع نكمل. أوكي. إذن أمايتروف بلاتي السكليروسيز واضح عندكم الصورة ما؟ نعم دكتور. بوث أبر أند لور مثل ما قلنا يجمعهم كلهم. فايش راح يصير؟ راح يصير عنده بالآرم والهاند والليك بالإضافة إلى السولونج مصل الويكنس والويستينج بالإضافة البلبر راح تشوف التانج مات مثل ما قلنا ويستينج بفاسكوليشن واضح المصل ويكنس أتروفي كان بوث سايد أوف ذا بادي أذر سيمتوم إنكلوز باستي سباز المصل كرامس أند فاسكوليشن وهذه الأمور كلها مثل ما قلنا تجمع الأبر واللور موتور نيورون فيتشر مع بعض. When muscle of the diaphragm أيضا ما chest feel to function properly أكيد المريض أيضا راح يصير عنده inability to breathe without mechanicals ولهذا المريض في الأدفانس ستيج راح يحتاج ventilator حقيقة. ليش؟ لأنه أيضا عضلات الريسبيريشن أيضا affected وبعض المرضى أيضا cognitive problem راح يصير عندهم يعني behavioral changes مثل ما قلنا الديمينشيا قد يعني نوع من أنواع الديمينشيا أيضا قد يصير عندهم ماشي يعني مو كل المرضى أيضا بالعادة يموتون بسبب respiratory failure upon intubation حقيقة usually within 3 to 5 years from the onset هذا بالعادة ممكن أكو مرضى طولوا أكثر يعني أكو مرضى ماتوا أسرع يعني هذا range موجود عندنا 10% يمكن يكون أكثر من 10 سنوات مثل ما قلنا عادة المرض يبدأ بالأنسد ما بين 40 إلى 60 سنة من العمر والعمر الأقل أو الأكبر هم يمكن شفنا كيس شايف كيس بادي عمره بالثلاثينات حقيقة مثل ما قلنا الرجال أكثر من النساء الفاميليا اللي حكينا عليهم هم يشكلون 10% فقط والميوتيشن راح يكون في سوبر أوكسايد سيميوتيز يعني SOD1 جين لوكيتد على كروموسوم 21 هذا نسبة 10% البقية لا إذا تلاحظون أنه هؤلاء المرضى الطنق معلتهم واضح أمامكم بفسكوليشن أو كانكو فيديو يعني هذا الأتروفي اللي موجود خاصة بالفيرست دورسال انتر أوسيس مصل لو تلاحظ الإيد اللي بيها حلقة الفيرست دورسال انتر أوسيس وبقية التروسيس مصل واضحة بها الأتروفي ما شاء إذا تفحصها هذه شوف هايبر ريفلكسيا على رغم بها ويستين وبها فيسكوليشن شوف بلفستل اللي والمريض مشكل عن فنتليتر كأدفانس ستيج الدياجنوز مالته حقيقة ماكو سبيسيفيك تيست يدليك على أنه هو هذا موتور نيورون ديز لكن الموصلي أنت إيش راح تعمل أول شيء اكسكلود أذر كوزز اللي ممكن تسوي لك أعراض مشابهة يعني multiple stroke على سبيل المثال إنه واحد عنده multiple deep white matter ischemia مثلاً وعنده مثلاً DM peripheral neuropathy نفس الوقت فهو عنده feature مال neuropathy وعنده feature مال ال upper motor neuron نتيجة multiple ischemia اللي فأكيد أنت راح تسوي الـ MRI مال brain وspinal cord راح تسوي MRI راح تسوي يعني البقية الانفستيجيشن اللي هي الروتين بالإضافة إلى الثايرويد فانكشن بالإضافة إلى الأوتوميون واسكوليتيك سكرين بالإضافة إلى يعني الفيتامين بي 12 مثلا ليفل تشيك ورا لأنه أيضا يعمل لك فيتشر مال سنترال أند بيريفرال نيرف سيستم ديسفانكشن و و و و إلى آخره النير كوندكشن ستادي والإي إم جي نيروباثيك MRI often used to rule out diseases that affect the head, neck, and spinal cord. A laboratory test of blood, urine, or other substance can rule out muscle disease and other diseases that may have symptoms similar to those of MND. بمعنى أنه بالنيرف كوندكشن EMG عادة يبين عندنا neuropathic feature مثل تشيك هاي المصل اللي affected مثل ما قلنا MRI حتى تستبعد وبقية أيضا الفحوصات مهمة جدا حتى نشيك الأمور اللي ممكن العلاقة وهذا اللي بالـ راح يطلع طبعا يعني يمكن ما كلش واضحة الصورة بس اللي هي هاي النيوروجينيك موتر يونت أكشن بوتنشال راح يطلع بهاي الطريقة بالـ MND يطلع كلش عالي اللي بصفه هو النورمال شوف الفرق ما بينه وبين النورمال
المايوباثي راح يطلع الأخ اللي جوا، يعني اللي هذا كلش متعدد ماشي، يعني وسمول عادة تكون إذا قرناها بالنظر. شلون نعالج الموتور نيورون ديزيز؟ بالحقيقة وماكو علاج ناجع مثل ما قلنا، هيك أمراض عادة سيمتوماتيك يعني سبورتيف تريتمنت. والمريض بالعادة يحتاج إلى مولتي ديسيبلينري تيم حتى يعني يشتركون في علاج هاي المرضى. الدراج اللي يستخدم هو ريلازول حقيقة FDA approved prolong the life 2 to 3 months. يعني هاي شوف شون يعني قال لك والله بس يأخر من وفاة المريض، يعني هو كم شهر نب، لكن المرضى ننطيهم يعني ما عندنا خيارات، وهذا ينعطي حتى في كل دول العالم. وأيضا بفترة أخيرة بال 2017 اكتشفوا الإدارة هون الانجكشن اللي هو عبارة عن 30 ملي جرام يعطى على شكل 2 كورس اوف ثيرابي، 30 ملي جرام امبولتين 60 ملي جرام بير داي. أول كورس ينعطي 14 يوم كل يوم 60 ملي جرام، وبعدين استراحة 10 أيام، بعدين يعطى 10 أيام كورس ثاني من الدراج. وبعض المرضى شافوا يعني نسبة من تحسن أكيد، لكن بعض الآخر أيضا نحن أنا وغيري من الأطباء يعني بالذات يمكن أولا يستخدم الموصل حقيقة هو FDA approved خلاص، يعني نحن ما نذكر أنه هو بعض المرضى شاف تحسن عليه، لكن أيضا نتائج ليست النتائج اللي احنا بعنا يعني حقيقة انه هو يتحسن المريض وكذا. فاحنا نفهم المريض انت تاخذ العلاج، هو هذا اقرونه كعلاج يحسن من وضعك، ممكن يأخر من تدهور المرض لكن مو قطعي المسألة، ممكن انه هو النتائج ولا على امل، لانه ما لايق على 25 الى 30 علاج لحد عنده يختبروه في علاج مثل هكذا مرض حقيقة نشوف. هذا المولتي ديسيبلينري تيم اللي نحتاجه اللي هو كثير يعني حقيقة، يعني النيورولوجيست والسوشيال وركر نيوتريشنست ريسبيراتوري ثيرابيست ريهابليتيشن الى اخره، يعني مجموعة من الاطباء يشتركون في علاج هذا المريض، بالاضافة الى الاهل، بالاضافة الى الممرضين الى اخره اللي ممكن يساعدون المريض. بعض الميديكيشن اللي تقلل من السيمتومات المصر الاكسن اللي يسردهم سباستيستي مثل باكلوفين تيزانادين بنزودايزبين بوتوكس انجكشن ممكن يقلل السبازم. سلايفا اكسسف سلايفا تريت ويذ اميتريبتيلين يعني بعض الامور الاخرى الاتروبين مثلا دروبس يخلوها يعني تحت اللسان المريض تقلل من السكريشن. البوتوكس انجكشن بالسليفري جلاند تقلل من السكريشن. إذا عندهم سيدو بالبر إفكت يعني يبكي ويضحك يستخدمون ديكسترين ترفان كوانيدين أيضا. الأنتي كونفولسات والنينوستيرويد تقلل من الآلام. الأنتي ديبرسيت أكيد تحسن من الدبريشن مع المريض. الفيزيكال ثيرابي والكيبيشنال ثيرابي والريهابليتيشن تعرفون يعني أهميتها دائما بهيك حالات. سبورتنج بريثينج إذا عبرنا على المرحلة والفنتليتر على مود البرونكس السرفايفل، ولا هو يعني ما راح يكون ما خليت على الفنتليتر انت هي مشكله بحد ذاتها، لان انت هون يطول امد المريض. يعني انا عندي واحد مريض من عائله معروفه بالموصل يعني حقيقه هم ناس متمكنين جدا فعاملين له عنايه بالبيت المريض مالتهم، فهم رايحين لبرا وراجعين وكذا، وانا يعني نفسي كتبتهم تقرير كان بالحالة من المرض مالته بالنهاية يعني اقتنع انه هو خلاص وابنتهم طبيبة بالخارج، ف يعني هم اسال يحاولون او هم حصلوا وصوروا وصور المريض توفى بالوقت الحالي، يعني هم في وقتها يعني حصلوا فتوى حتى من الازهر انه يرفعون اجهزة الفنتيلاتر عنه، لانهم جايبين جهاز فنتيلاتر بالبيت خليهم غرفة كأنه عناية مركزة، وجايبين اثنين من الممرضين يدارون المريض يعني، وهاي إمكانية ما حيقدر عليها بالناس الاعتياديين. يعني شو عندك عناية
صممها بيل جيت، جهاز فنتليتر واثنين ممرضين من التخدير اللي يدعمون بالعناية المركزة جايبيهم يشرفون على الجهاز بالتناوب طبعا أكيد معش يعني، وكل الأمور اللي هاي قاموا بيها. وظل المريض عايش لفترة يعني خلينا نقول لو كان ظروف العادية لا يعني يموت أكيد منطقيا بشكل أسرع، لكن بالنهاية أيضا توفى المريض. معشان there's two type هو يعني fatal disorder حقيقة اللي يصير بي نحكم عليه بالإعدام، إلا إذا الله شاء واكتشفوا في الأيام اللاحقة يعني في الدراج يعني يكون بفائدة حقيقية للمريض، لأن كل الأدوية اللي تطلع هي مجرد أنه إما تأخر أو تقلل من الأعراض ما عاد تمنع تدهور المرضي شينا ما بينه. أكيد الـ proper nutrition ما يقدر يبلع في الصندة وبعدين يسوي لغاستروستومي تيوب حتى تعبر مرحلة أنه الانج تيوب ما شيني، هذا راح يطول ما تتوقع أنه راح يتحسن. هذا الغاستروستومي تيوب خليه دايركت على الستومك ويبدو الفيدل عن طريقه. البروغنوسيس يعتمد يعني حسب لكن الALS هو من أسوأ هو البروغريسيف بلبر، لأن يعني دولة من ضرب البلع مالتهم يعني المشكلة صارت بالرسبيريشن أيضا قريب عضلات البلع من عضلات التنفس، ومشكلة صار عندهم ريكيرنت اسبيريشن نيمونيا بالإضافة إلى البور نيوتريشن ومشاكلها. 50% يعيشون أقل من 3 سنوات، 20% مثل ما قلنا 5 إلى 10 سنوات، بعضهم لا يطول شوية بالعمر لكن معظمهم يموتون بسبب pulmonary complication. إذا تذكرون قلت فترة قبل 2 أو 3 أو أكثر يجوز طلع شيء اسمه تحدي الثلج، منو سمع بينه؟ كان المشاهير حتى أوباما بوقت يعني على مستوى رؤساء العالم وغيرهم يجيب سطل ماي بارد ويخلي واحد أو هو يقلبه على نفسه ويصور نفسه يتحدى، يقول أتحدى فلان فلان يسوي نفس القضية. فهذه كان كله دعم لمرضى الأمايتروفيك لاتيس سكليروسيس، خوش يعني يجمعون كاي فلوس على مود يطورون من الأبحاث والدراسات خلينا نقول اكتشافات في سبيل علاج هذا المرض بالتحديد. ماشيين اوكي. انا احتفي لحد هون باقي المحاضره، لكن هي ليست معي بارت من المحاضره، راح نبدا ايضا البارت الثاني ان شاء الله ورا دقائق. وش يا شباب ان شاء الله.